كيف أعرف إني متأخرة والخط الزمني مو إن كل شيء بوقته حلو وهذا قدري؟ نجم. شوف سؤالك جميل. وهذا الخلاف الكبير إنه هل الإنسان هو مخير ولا مسير، ولا إحنا قاعدين نعيش في قصة هي أصلاً مرسومة بس إحنا قاعدين ننفذها أو نمثلها أو شيء. تكلمت في مواقيت الروح عن thank you جيجي عن مواقيت محددة للروح اللي هي 12 توقيت للروح. واعتقد انه القصص الاخرى ما هي مرتبطة بالروح، مرتبطة يعني مثلا الان احنا بنسوي السحور، اوكي بنسوي السحور، فالان نسوي السحور مثلا الساعة 1 ولا الساعة 2؟ ها نسوي السحور الساعة 1 ولا الساعة 2؟ انا اعتقد انه هذا القرار هو قرار مرتبط بالأجساد المادية بحت، مرتبط بالأجساد المادية. ولا أعتقد أنه أنت لما تقول كل شيء في وقته زين في مثل هذا الموقف أنك أنت متطابق. أعتقد أنك أنت المفروض تحدد وش اللي يناسبك. تقول والله مثلا أنا يناسبني السحور الساعة 1 أو أنا يناسبني السحور الساعة 2، خلاص. وترتب أمورك وتتخذ قراراتك، وإذا بتطبخ وإذا بتطلب وإذا بترتب السفرة وإذا بتعزم أحد، فترتب كل شيء بناء على هذا الشيء اللي أنت حطيته أنت قررته. فما تقدر تقول والله متى ما جاء السحور جاء، لا أنت تحتاج قرار، تحتاج قرار. السحور ما راح ينزل من السماء، ما راح يجي أحد يطق الباب عليك ويقول لك السحور سربرايز، أنت محتاج تقرر. بس عندي استثناء في المواقيت 12 اللي تكلمت عنهم في مواقيت الروح، واللي لاحقا راح نتكلم عنهم في رمضان، عندنا وقت كافي ان نتكلم عن الجوانب الروحانية. انا سريعة لان واقعي بطيء. ايه قصدك انك انت تحاولين تحركين، thank you، تحاولين تحركين يوشا حبيبتي، انت وينك من زمان ما شفناك، تحاولين تحركين الواقع البطيء، تحسين انه كل اللي عندي بطيئين ما يفهمون ما يتحركون. انت اسرع واحدة، انت الصاروخ، انت يلا تحركوا، يلا خلنا نروح، خلنا نسوي، خلنا نفعل، خلنا ننظم، خلنا نخطط، خلنا كذا. تحسينهم هم يعني دايم عطلينك، ها. وهذه الان احنا مرتبطين في شيء، انت مرتبط بخطك الزمني الخاص فيك، يعني خلنا نقول مثلا الثراء، الزواج، الروحانية، الحظ، هذه اشياء انت ماشي في خطك، قد ما يتداخل معك احد. لكن خلنا نتكلم مثلا عن موضوع مرتبط بالحياة الزوجية، حياة الزوجية، عندك شريك، واذا كنت انت يعني اول واحدة كذا وهو اخر واحد، مسافة، ولا هو أول واحد وانت آخر واحد، يقعد ينتظرك متى تجي، متى تخلص، متى تضبط الموضوع، متى. فهو يتباطأ، thank you رورو، فهو يتباطأ عشانك لأنه قاعد ينتظرك لأنك انت متأخرة، أو انت تتباطئين عشانه. وأثناء هالتباطؤ فانت تقولين تحترقين، تقولين أنا سريعة بس كل شيء بطيء حولي، زوجي بطيء، بناتي بطيئات، الخدم عندي بطيئين، أحرقوني وأحرقوا قلبي وتعبت وأنا أسرع فيهم وأحركهم، وأنت لحالك اللي محترقة. فهذا هو مرتبط بالمجموعة، بالمجموعة مو مرتبط بالفرد. عموما كلامي عن الخط الزمني في الكورس هو مرتبط بالفرد، لكن لما ندخل المجموعة هنا تدخل الكارمات. حبيبتي ليلى thank you، تدخل الكارمات، عندك ناس كارماتهم جيدة، شكرا دكتور خالد، عندك ناس كارماتهم جيدة وعندهم قدرة على انهم يعطون وطاقة عالية، عندهم بنزين كثير
وفي ناس ما عندهم كهرمات جيدة فبنزينهم قليل يعني. فهنا يدخل قصة ثانية انه انت مع مين وهل احتاجهم في المجموعة في الجروب ولا تخلى عنهم. شفتي مرات بعض السيدات مثلا تقول لك حبيبتي يوشا ثانك يو، تقول لك انا اسويها اسرع اوكي، يعني مثلا طلبت من بنتها شغلة ولا طلبت من ولدها شغلة ولا طلبت من زوجها ولا طلبت من احد العاملات عندها، فجأة قامت هي تسوي شيء. طب ما انت طلبتي منهم؟ تقول خلاص انا اسويها اسرع. فهي تكتشف مع الوقت انه هي مع الوقت تخفف موضوع الجروب هذا والعمل الجماعي، تكتشف انه هي يعني طاقتها اكثر بكثير من انها هي تبلش فيهم وتسحبهم وراها. يعني اذا طلبت من بنتها شغلة الموضوع بينضج يبغالها اسبوعين، فتحس انها هي تسحب بنتها وراها سحب، فتقول لك يعني خلني اخلص الموضوع وانجز القصة وهي يعني لسه ما محتاجها وقت لما تخلص. Thank you ليلى. فهذه برضو خيارات، احنا نختار العمل الجماعي ومين نحط معنا في المجموعة، هذا مهم مين تحط معك في المجموعة. على فكرة اي مشروع تجاري قائم الاشخاص اللي موجودين في المشروع بناء على طاقتهم وكارماتهم سرعة المشروع تتحرك او تكون بطيئة. انا كنت بطيئة جدا من 2012، الكل سابقني وفجأة Thank you Gigi. وفجأة خط الزمني سريع في 2019 الى يومنا هذا سبقتهم. Oh my god. طبعا اكيد صار في شيء ما اعرف بالضبط، بس يعني لو دردشنا اكثر بكتشف وش اللي صار. واكيد اللي صار هذا انه انت يعني في شيء في كارمتك تتضبط وتصحح، في شيء صار حتى تكون تعرفين ولا ما انتبهتي. انا في علاقه وطلب مني اني اترك وظيفتي اذا تزوجنا، انا شكلي بجيب الصيف الحين. اخ طيب انتظريني في الصيف عاد، ما ادري وقتها تكوني متزوجه ولا لا. افهمك القصه، كان خطي الزمني سريع. لا يا حبيبتي، كان خطي الزمني سريع، غيرت البلد والآن أشعر أنه ليس لدي بنزين للتعلم. لماذا؟ قد يعني شيء البلد، قد يعني شيء إنك تكونين دخلتي يعني ضمن مجموعة أخرى وشوية يعني صار عندك بطء، بس ما المفروض يكون يعني تتغير القصة تماما إلا إذا كنتي نشأتي في هذا البلد، كون كل البرمجة معتمدة على الخط الزمني البطيء. لكن احنا الان ترى في زمن السوشيال ميديا تقدرين تشبكين مع كثير مجموعات قد ما يكونون معك في نفس المكان، يكونون برا يكونون اسرع، تقدرين تشبكين معاهم. طيب واضح وصريح، يقولون لك اللي هنا انستغرام يقولون لك واضح وصريح، واضح واضح وصريح واضح وصريح. إذا كنت أعرف بس مزاجي خليني أكون مثلا آخر من جرب لأني عادة ما أنجذب الأشياء اللي يهبون فيها العالم، إيه هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. تقول والله فيه هبة الآن بس ماني مهتمة، ماني مهتمة، والله فيه قصة الآن الكل يعني عارف عنها وقاعدة تأثر في الواقع وكذا بس ماني مهتم. مثلا والله الكل اشترى كريبتو كرنسي، شو اسمه العملات الجديدة هذه العملات الرقمية، بس أنا ما شريت، بس عارف عن الموضوع وقاعد أشوف الموضوع. It's okay. عادي خياراتك يعني، ولا يعني إنه أنت متأخر.